هاد الحلقه غادي نتكلموا على شي حاجه زوينه ورائعه. غادي نتكلموا على ركن اركان الايمان، الركن اللي ما كيستقمش الايمان ديال العبد الا به، وحطموا لنا في الرتبه قبل الكتب والرسل واليوم الاخر، ولكن من بعد ما كان امنوا به بمولانا عز وجل. حلقتنا الليله كنوعدكم غادي تكون ممتعه، وغادي نسافر بارواحكم الى الراحه والطمانينه والحب والتعلق بالخالق. استعدوا معايا وما تمشيو فين. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اخر حلقتنا الدينيه كنت سولتكم هذا السؤال: ما الصوره التي بدات باسم من اسماء الله الحسنى؟ واللي تبارك الله عليكم كل شيء كنعرف الجواب، واللي هو سوره الرحمن. اما سؤال حلقتنا الليله: من هو اول شخص صام؟ انا كنقول محال واش تكونوا عارفينها، ولكن خليني نشوف التعليق ديالكم لتحت. اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار عافاكم، ما تبقاوش تبخلوا عليا بالضغط على زر الاعجاب، لانه هذا الامر تيحمسني وكيشجعني باش انني نزيد ننتج فيديوهات اكثر. زائد على هذا المحتوى اللي كندير تعطاه فرصه باش انه يتشاف من قبل ناس واحد اخرين، فشكرا لدعمكم. وخليني نقول لكم ما تعطلوش اكثر لنبدا. اولا، كلمه الملائكه جات من الرسالة. كل ملك عنده دور ومكلف الله برسالة أو بمهمة. السحب عند الملائكة ديولها، كذلك الرعد، البرق، النباتات، إحياء الأموات، إلى ما غير ذلك. ربي حط الجنود ديالو والملائكة ديالو في الكون كله باش كتصرفوا كيف هو تأمرهم. فهاد الصنف المخلوقات هو واحد الصنف اللي ما تيعرف الشر وما تيفكرش في الشر. هاد النوع من الخلق مفطور على ذكر الله والتسبيح والتقديس. الملائكة ما كتشغل بالها حتى شي حاجة من غير هاد الأمر. ما كتاكل، ما كتشرب، ما كتنعس، ما كتزوج. هما فقط كيطبقوا ما أمرهم الله. هما جند من جنود الله كيف ما قلت لكم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. إيوا، اللي ما آمنش بهم وما اعتقدش بهم أو لوجودهم فهو لم يؤمن بالله. واعلموا أن عليكم من الله حافظة فاستحوا منهم كما تستحوا من أنفسكم. يعني راهم موجودين معنا وخصنا نحترمهم. غادي نطرقوا لهذا الموضوع فيما يلي. الملائكة خلقهم مولانا قبل خلق آدم بآلاف السنين، ولما خلقهم كانت المهمة ديالهم الوحيدة هي التسبيح الله والتقديس ديالو. لما أذن الله عز وجل بخلق آدم أعلمهم إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة شفت من قبل آدم مخلوقات وحدة أخرى لتأذوا وكيظلموا وكيقتلوا بعضياتهم بحال الحيوانات وعالم الجن وعالم البحار. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبحك بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أول نوع من الملائكة وأرقاهم وأعلاهم ورئيس الملائكة كلنا عارفينه بطبيعة الحال هو أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام. هذا هو اللي توصل الوحي الأعلى للرسل والأنبياء، وكيجي من بعدهم الملكين اللي معنا الليل ونهار، ملك الحسنات وملك السيئات. فملك الحسنات جعلوا مولانا أميرا على ملك السيئات، فإذا ارتكب العبد شي ذنب وملك السيئات بغى يكتبها فملك الحسنات كيعطلو وتيقول ليه أخرها. يقدر يتوب، يقدر يستغفر، وكيدعو ملك الحسنات باش أن هذا الإنسان يفيق من الغفلة ديالو. إذا فاق من الغفلة وتاب قال الملكان: الحمد لله، اللهم فرحه كما فرحنا. أما إذا كان غير في الذنوب اللي مستمرين الملكان تيقولوا: اللهم غمه كما غمانا. حيتاش الملائكة كتفرح بالتوبة. منين تيكون الإنسان نطفة ربي تيوكل ليه ملك وهو في الكرش ديال الأم ديالو اللي تيكون معاه حتى كيقبض الله روحه. سمع، كاينه معلومة واحدة أخرى: على باب الدار ديالك كاين ملك وشيطان، كل واحد معاه واحد الراية. إذا خرجتي مؤمن في سبيل الله والعمل ديالك وكتجري على الطرف ديال الخبز بالحلال ولا غادي للعبادة ولا زيارة المريض أو صلة الرحيم ولا جنازة، كتضلك ديك الراية ديال الملك حتى كترجع. وإذا خرجتي لهدف واحد آخر، بمعنى في طريق واحد آخر عكس ما ذكرناه، كتضلك راية ديال الشيطان حتى كترجع. أما بالليل مولانا كيصيفط علينا حفظة كيحفظونا من أمر الله، واللي هي كتكون حراسة مجانية. كاينين ملائكة يتعاقبون ما بين الليل والنهار، واللي هما طائفة السياحون في الأرض، للتخصص ديالهم يا سادة يا كرام أنهم يدوروا يقلبوا على مجالس الذكر في أرض الله. إذا لقوا شي مجلس تيجلسوا فيه وكيسمعوا الذكر، وفي النهاية كيطلعوا لعند مولانا وهو العليم الخبير. كيسولهم مولانا: على من تركتم عبادي؟ في نظركم علاش يسولهم مولانا؟ زعما هادو اللي قلتوا عليهم يسفكوا الدماء، شوفوا شنو تيديروا. تيقولوا ليه: يسألونك الجنة، هل رأوا جنتي؟ لا يا رب. ماذا يعملون وراء الجنة؟ يعبدونك ويسبحونك أكثر وأكثر. وبما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار، هل رأوا ناري؟ مولانا تيقول وهو أعلم: لا يا رب. ف
فما بالكم إن رأوها يكثروا من الخير. قال أشهدهم أني أعطيتهم ما يأملوه وأعذتهم مما يخافون. فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطأ، إنما مر فجلس معهم كان غير دايز ويجلس معهم. فيقول مولانا وله غفرت، هم الصالحون، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا سادايا كرام، المرء مع من أحب ويحشر المرء مع من أحب. خليني نرجع معكم الملائكة، لأن هذا الموضوع ديال الصحبة موضوع واحد آخر وعالم واحد آخر. مهم، كاين الملائكة انت حملة العرش واللي هما 8، 4 و4. 4 الأولين الذكر ديالهم دائم سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك، وربعة الآخرين سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. مهمة انت حملة العرش أنهم كيستغفروا لمن في الأرض، للذين آمنوا، كأن من بعد ما تخلق آدم أضيفت مهمة جديدة للملائكة لما كانوش كيعرفوها، واللي هي الاستغفار للمؤمنين. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر بدا كيدعي باش مولانا يهلك هذيك العصابة، وفي ديك اللحظة كانت العباية ديالو كطيح من على الكتف ديالو، وكيرجعها ليه سيدنا أبو بكر وتيقول لي هون عليك يا رسول الله. فأول ما جلس وكان تيدير التشهد أبو بكر كان تيراقبو، لقاه مبتسم، مش عنده سؤوله، رأيتك مبتسما يا رسول الله. قال ليه هذا جبريل معه 50,000 من الملائكة مسومين، سلم علي فابتسمت. كاين حكاية واحدة أخرى، مرة أخرى عبد الرحمن بن عوف قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام شكون هذا الرجل اللي أطال معك الوقوف، كنت جاي باش أنني نبعدو عليك، علاش يضيع وقت رسول الله؟ قال ليه الحبيب رأيته يا ابن عوف؟ قال ليه نعم يا رسول الله. قال ليه هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من غير هذا كاين حديث واحد اخر على الملائكه واللي مشهور ويمكن حفظته معايا. بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاه والسلام ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه اثر سفر ولا نعرفه، حتى جلس لرسول الله عليه الصلاه والسلام فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفه على فخذيه، ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان وعن الساعه. ثم قال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. فالصحابة كرموا بالصحبة، فأكرمهم رب العباد أنهم يشوفوا الملائكة. علاش؟ حيتاش القلوب النورانية كتنعكس عليها أنوار الكون، ومن ضمن أنوار الكون هاد الملائكة اللي هي مخلوقة من النور. ففي الجيل ديال الصحابة كان واحد الناس اللي هما خبيثين، بحال جيل أبو لهب، جيل أبو جهل. أبو يزيد البسطامي كان جالس مع المريدين ديالو ولا التلاميذ ديالو وقال لهم من رأى رسول الله لن يعذب في النار. واحد من المريدين ديالو قال ليه كيفاش يا إمام راه شافوا أبو لهب وأبو جهل وكلاهما في النار. قال لهم شافوا على أنه يتيم أبي طالب لا محمدا رسول الله. الله الله. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هاد الناس يا سادة الكرام ما عطاهمش ربي هاد النظرة من جهة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما عطاهمش الإذن باش أنهم يشوفوا هاد الأنوار ديالو ولا حتى النبوة ديالو. ياك أبو لهب اللي هو عم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ربي ما عطاش هذا الإذن أنه يشوفه كرسول وكنبي، وما قدرش يشوف حتى الأنوار ديالو المحمدية. المهم في الأخير هذا فضل الله يؤتيه الله لمن يشاء. الأصل أنه حتى حد ما تيشوف الملائكة على الحقيقة ديالها إلا من أذن الله له، بحال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي شاف جبريل زوج ديال المرات، وفي باقي الأوضاع كان تيشوفو على هيئة رجل اللي كان كيتمثل في دحية الكلبي اللي هو أحد الصحابة رضي الله عنهم. سيدتنا مريم تمثل لها على هيئة رجل. الملائكة الثلاثة اللي صفتهم مولانا أنهم يختبروا داك الأقرع والأبرص والأعمى كانوا ملائكة وتمثلوا على صورة رجال بشر. فمولانا مطالع على قلوب ديال العباد ديالو ولقى أنقاها وأتقاها وأفضلها قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، واختاروا كخاتم الأنبياء. من بعد طلع على قلوب عباده فرأى أنقاها وأصفاها ولقى قلوب صحابته واختارهم للصحبة. سيد محمد عليه الصلاة والسلام كان قال الله الله في أصحابي لما وقف الحبيب على جبل أحد وهو يهتز، وقال ليه الحبيب أثبت فوقك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان وأبو بكر وحتى الحبيب. الكون كله في تناغم وفي تسبيح. روي أنه أبو بكر رضي الله عنه كان واحد المرة بغى يتوضى ويصلي وهو يهز واحد الحصى وسمع التسبيح ديالها وهو يلوحها، وهز المرة الثانية واحدة أخرى سمع عاوتاني التسبيح ديالها ولوحها، فجا يهز الحصى الثالثة وهو يقول في نفسه اللهم اصرف عني تسبيح الحصى حتى ألحق الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، الكون كله
كان في معية الله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ الملائكة هي لطائف نورانية مخلوقين من نور، وفيها مراتب. استكبرت أم كنت من العالين؟ واللي طائفة من الملائكة ليومنا هذا هي ما عرفاش على مولود آدم شي حاجة. المهمة ديالها تسبيح الله وتقديسه لا غير، ما عرف على الكون حتى شي حاجة. الملائكة العدد ديالهم كبير بزاف، بحال ملائكة بيت المعمور اللي كيدخل ليه كل يوم 70,000 ملك جديد وما تخرجوا حتى النهار القيامة. الملائكة كاينة وموجودة وكيحس بها المؤمن في لحظات الخشوع والخضوع لله. الملائكة هي ركن يا سداكرة من أركان الإيمان، واللي أصلها غيب. الإيمان بالله غيب، الإيمان بملائكته غيب، وكتبه غيب، واليوم الآخر غيب، كلهم بنين على الغيب. وصف مولانا هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب. عندنا من الملائكة رضوان مالك الجنة ومالك خزين النار. رضوان خزين الجنة، ومن جبنا الجنة خليني نقول لكم لأنه قال العلماء باللي في الدنيا جنة، اللي ما دخلش لها ما غاديش يدخل جنة الآخرة. كيفاش زعما؟ اللي هي الرضا بالله، الرضا بمواضيع القدر. بمعنى أي حاجة عطاك مولانا خايبة ولا زوينة كتقبلها وكتشوفها كنعمة، حيتاش كتشوف الفاعل الحقيقي لهذه الأمور كلها هو مولانا. مولانا اللي ما غادي يدير لك إلا الخير. كيفاش نوصلوا عند رضوان؟ وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. زعما العمل يكون لمولانا، وللأساس ديالو الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. يعني أي حاجة درتها تكون لله. مثلا جا شي حد طلب منك واحد الأمر اللي هو منطقي ومحتاجك، انت خاصك تشوف فيه خليفة الله في أرضه، يعني خاصك تكرمه من أجل الكريم باش مولانا يكرمك من الفضل دياله. وها كيفاش نوصله للرضوان؟ أنك تخدم مخلصا لوجه الله وإكراما له، فكل شيء فاني إلا وجه الله. أما مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. قال العلماء الجواب نتاع مالك كيجيهم من بعد 1000 سنة. 1000 سنة وهما كيتسنوا على رجاء باش أنه يتخفف عليهم العذاب. من بعدها تيقول لهم إنكم ماكثون. وبلا ما نغرق معكم في هذا الباب ديال مالك حيتاش ما بغيناش نوصلوا ليه، ولكن بغينا نخططوا أننا نوصلوا عند رضوان، وراه الطريق واضحة في هذه الأمور. وبينا الملائكة ما كتاكل ما كتنعش حيتاش هما في طاعة الله وتيسبحوا على الدوام. قربت حلقتنا على النهاية، خليني نقول لكم إذا أحب الله عبد قال الجبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، وتيحبه وكينادي هو بدوره يا ملائكة السماء إن الله عز وجل كيحب فلان فأحبه، وكيحبه أهل السماء، تيحبك أنت. داكشي باش خاصك تستحي من نظر الملائكة ليك. أما إذا بغيتي تذكر الله أو تمشي للمسجد أو تدير شي عبادة أو تكون في خلوة مع الله، خاصك تحافظ على الطهارة ديالك، والرائحة ديالك خاصها تكون طيبة باش ما تأديش الملائكة من الريحة ديالك. الملائكة كتموت عند قيام الساعة، وما تيبقى إلا مالك واحد اللي هو إسرافيل، وتيأمر مولانا وتيقول لي بحال جميع الخلق أنه يموت. في الأخير يا سادة يا كرام، خاصنا نحب جميع الملائكة حتى من خازن مالك النار، حيتاش في حبنا ليهم كانت تقربوا من مولانا. وهذا كان جزء صغير غير باش نشارك معكم ما سمعتوه على الركن العظيم. كنتمنى أن يكون فدتكم في حلقة اليوم. ما تنسوش أنكم تجاوبوني على سؤال الحلقة لتحت. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام. سلام.